ويلكم، بيانفيني، اهلا وسهلا بيكم. شوية تفاح عايزين بقكم بلانو الشيف. فيديو جديد النهاردة، شجرة التفاح ابتداء من البرعم، يا دوبك لسه ما بنقول يا هادي، لما ابتدى يبقى فيها وردة، تعمل وردة. يعني الوردة زي ما انتم شايفين هي ما فتحتش لسه، بس ابتدت تطلع وردة، يعني طلعت برعم وابتدت تطلع وردة. الوردة ابتدت تفتح، ابتدت الوردة تفتح بعد شوية، شكلها جميل. الوردة بتاعتها جميلة بيضة، وبعد كده ترجع. يعني هي في الأول وهي مقفولة بتبقى روز شوية، يعني فيها سنة حمار، وبعدين بتبيض، بس بيبقى برضو فيها خلفية حمار خفيف قوي. هي دي شجرة تفاح أخضر، بالمناسبة شجرة تفاح أخضر. فدي وردة التفاح. كده محتاجين نحلة بعد كده، لازم النحلة تقوم بالمهمة بتاعتها، لأن لو مفيش نحلة مش هينفع. فلازم النحلة تبتدي تلف على وردة وردة، تلقح الـ الوردة دي، لأن لو متلقحتش مش هيبقى فيه ثمرة. شفتوا لونها ايه؟ لونها فيها سنة روز كده، سنة فوشيا، حتة صغيرة فوشيا كده، مش كتيرة يعني. مع الأبيض بيعمل الوردة شكلها جميل، وردتها جميلة بجد يعني. يعني وردة التفاح الأخضر فعلا شكلها حلو، شكلها جميل. الورد ده خلاص بقى في كل الشجرة تقريبا، ملا الشجرة، يبتدي محمر ويفتح على روز، يبقى يفتح على الأبيض. لما بتفتح الوردة بتبقى بيضة في الآخر. ابتدى التفاح يبان، الوردة هتبتدي تدبل ويطلع مكانها تفاحة صغيرة جدا. التفاحة دي بتبقى ضعيفة في الأول، يعني مش لازم نحط ايدينا عليها جامد، لأنها ممكن تقع. يعني طبعا الوردة اللي ما تلقحتش التفاحة بتقع من غير حاجة، من غير ما تلمسها. يعني الوردة ماتت وتطلع مكانها تفاحة صغيرة زي ما انتم شايفين كده، حتى لسه في آثار الوردة فيها. لسه ورد روز، ممكن ورد أبيض، لأن على حسب الورد اللي طلع الأول هو وتلقح الأول هو اللي ابتدى يعمل ثمر. خلاص كده العملية قربت تخلص، ورد لسه طالع وورد دبل وطلع مكانه تفاح صغير. التفاح ابتدى يكبر، يعني نسبة الحجم بتاعه مش وحش، ابتدى يكبر التفاح، ولسه في شوية ورد صغيرين. التفاحة بيبقى فيها سنة كده حمار، بس الحمار ده بيروح مع الوقت وبتبقى خضرة، بس بتبقى خضرة بس. كبرت التفاحة، كبرت قوي كمان، يعني التفاحة كده كبرت قوي، يعني بقى حجمها كبير حلو يعني، بس لسه ما تتاكلش، بس بقى حجمها حلو كبير. كمية حلوة طلع، كمية مطلع، كمية حلوة في الشجرة. كله تفاح أخضر، كله ده تفاح أخضر. التفاح الأخضر على فكرة صحي جدا، صحي جدا فوق ما أي حد ما يتخيل، يعني بيساعد في حاجات كتير. التفاح الأخضر ده كبرت قوي، يعني كبرت قوي دلوقتي، تمسكها بإيديك عادي مفيش أي مشكلة، لأنها كبرت مش هتقع، ماسكة نفسها كويس. هي التفاحة بتبقى تقيلة أساسا، دي بتكبر لدرجة إن ممكن تكون التفاحة ربع كيلو، يعني 4 تفاحات يعملوا كيلو، فتقدر تشيل نفسيها، الغصن يقدر يشيلها. في كل حتة في حتة تفاحة موجودة دلوقتي، كمية كبيرة جدا طلع كمية كبيرة جدا. الفيديو اسيبكم مع الفيديو تكملوه، بس عايز اقول لكم حاجة، ان القناة فيها كل انواع الفاكهة من الصفر، من اول ما بقت برعم وبعدين زهرة وبعدين ثمرة، كل انواع الفاكهة. فاللي عايز يشوف فاكهة معينة هتلاقوا خوخ، هتلاقوا برقوق، هتلاقوا التفاح ده، هتلاقوا
الكاكا، هتلاقوا الخوخ اهو، هتلاقوا كمثرى، هتلاقوا عنب احمر وازرق، هتلاقوا كريز، كريز جميل جدا الكريز، هتلاقوا حاجات كتير جدا في القناة. فاللي يحب يشوف فيديو معين ابتداء من البرعم لغاية لما يبقى ثمرة هتلاقوه موجود في القناة. اتمنى ان تشتركوا معنا في القناة وزر الجرس زي ما الناس ما بتقول. اشكركم.